السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلاب من الأعزاء، طلاب الصف الأول إعدادي مادة الساينس فصل دراسي الأول. هنشرح مع بعض إجابات كتاب المعاصر ورك شيتس. احنا دلوقتي في ورك شيت 21 بيج نمبر 52 النسخة القديمة. طيب هنا بيقول لي choose the correct answer. هنا mammals move by all of the following ways except. الماملز بيتحركوا بكل اللي جاي ده، تمام، ما عدا بيقول لي بالرننج، ماشي، بيتحركوا بدي، بالابسوربشن. الابسوربشن ده امتصاص، يعني زي مثلا امتصاص النبات كده للميه. الماملز بتتحرك بالابسوربشن، لا يبقى هي دي الانسر بتاعتنا. هو بيقول لي الماملز بيتحركوا بدول كلهم الا واحده. الماملز بيتحركوا بالرننج وبالفلاينج وبالسويمنج، لكن الابسوربشن لا. بادي الانسر. طيب number of anterior fingers of hawk، النسر، عدد ال anterior fingers بتوعه 3 طبعا، تمام. طيب the organs of birds that are adapted for flying are they. بيقول لي الorgans اللي في البيردز اللي اتحورت، تمام، عشان تتكيف مع الظروف وعشان التغذية. البيكس والوينجز ولا البيكس والايز ولا الليجز والبيكس. الليجز والبيكس، تمام، لان هم دول المخصصين بعمليه الاكل الفيدنج. اما الوينجز ملهاش دعوه والايز ملهاش دعوه، تمام. تعال نشوف ار فروم ذا بيردز ذات فيد اون شالو ووتر وورمز اند سنيلز. دي من البيردز اللي بتتغذى على الورمز والسنيلز، الديدان والقواقع بتاع المياه الضحله، تمام. هي الهيرون والهوبو، تمام. الهيرون والهوبو اللي هو بوردان والهدود، تمام، اللي هم مناقيرهم طويله، تمام، البيكس بتاعتهم لونج. الورمز والسنيلز اللي هو الهيرون والهيبو الهوبي. طيب تعال نشوف وات از مينت باي، ايه المقصود بالحاجات ديت. ادابتيشن، هنقول له موديفيكيشن اوف ليفنج اورجانيزمز بيهيفير body structure organs biological functions to become more adapted to environmental conditions where it is lives in، تمام. وبعد كده بيقول لي هنا ال anatomical adaptation اللي هو the modification in the structure of one body organ of the living organism to cope with the environmental conditions، تمام. طبعا ده الادابتيشن، الانتروبيكال ادابتيشن، مثلا زي الايه الموديفيكيشن اوف فور ليمبس او فرونت ليمبس اوف بات تو وينجز اور اوف ويل اور دولفين تو بادلز، تمام. طيب give reasons for the bones of the front limbs and fingers of monkey are elongated. القرد ليه دراعاته طويلة؟ to be able to climb trees and catch objects، تمام، عشان يتسلق الأشجار ويمسك الفاكهة. طيب the two front limbs in the whale and dolphin are different from two that the two front limbs of bad although they are structured with similar bones. على الرغم ان الخفاش والدولفين والحوت من الماملز، تمام، والاستراكشر بتاع البونز بتاعتهم شبه بعض، تمام، من الثدييات، الا انه بيتحوروا لاشكال مختلفة. هنقول له لان في الويل والدولفين، الحوت والدولفين، الاطراف الامامية الفور ليمبز او الفرونت ليمبز بتتحول لبادلز عشان تعوم بيها سويمنج. اما في البات اللي هو الخفاش الفور ليمبز او الفرونت ليمبز بتتحول، يحصل لها موديفيكيشن، تتحول ل وينجز عشان الفلاينج، تمام. هنقول له ديو تو ويل اند دولفين موديفيكيشن اوف فور ليمبز تو بادلز فور سويمنج بات ان باتس فور ليمبز موديفاي تو وينجز فور فلاينج. طيب تعالى سم بيردز هاف long thin beaks and long thin legs ending in thin toes، تمام. البيردز ديت انتوا عارفين طبعا اللي هي زي الهدهد والوردان، تمام، الهيرون والهوبو، تمام. long thin beaks to help them picking up worms and snails and
long thin legs winding with toes to help to walk in existence of a water. طيب تعال هنا, what is function of each of the following. تمام هيقول لي هنا البال, the palm legs engage. تمام في الويز, ده الويز هنقول له to help swimming in to help in swimming. الفور فينجرز ان فولتشرز, تمام هنقول له to firm pouncing the prey. طيب تعال هنا بيقول لي جايب لي بيكتشرز اهو, ادي الدولفين وادي ايرد وادي الهورس وادي البات. تمام وجايب لي الدياجرام ده modification of front limbs in mammals لسه بتكلمين عنها. نمبر 1 اللي هو الدولفين, تمام هياخد ايه, هياخد بي اللي هي swimming. تمام حصل modification عشان swimming. طيب تعالى 2 اللي هو المونكي, تمام حصل modification عشان ايه, climbing اللي ايه التسلق ايه. طيب تعالى نمبر 3 اللي هو الهورس, تمام حصل موديفيكيشن عشان ايه, عشان الرننج الجري. تمام نمبر 4 اللي هو البات حصل موديفيكيشن عشان ايه, فلاينج اللي هو السي. تايم تعال هنا, وات ار ذا ريزلت بيزد اون ذا فاريتي اوف ويز اوف موفمنت ان ماملز. هنقول له سم ادابتيشن توك بليس ان ماملز ليمبس to suit the way of movement. مثلا البات هيتحول هيحصل modification عشان fly. تمام modification of four limbs اللي wings تتحول عشان fly, والويل والدولفين paddles عشان swimming. طيب the variety of food for birds, the variety of food for birds هنقول له their beaks are modified to several shapes. تمام تعالى بقى هنا work sheet number 22, give reason some plants pounce is a digest insects, pounce digest and digest insects. بعض البلانتس بتاكل وبتهاجم وبتاكل الايه الحشرات, البلانت بياكل الحشرات. هنقول له due to the deficiency of protein, ما عندهاش بروتين البلانتس ديت وما بتقدرش تاخد النيتروجين من الارض, فهي بتعمل بتاخد الحشرات ديت وتاكلها او تعصرها جواها في الفلور بتاعتها عشان تاخد النيتروجين السبستانسز منها. some animals hibernate in winter, بعض النباتات بتبيت في الشتاء. تمام هنقول له عشان to overcome low temperature climate. طيب some birds migrate in winter, هتقول هنقول له to reproduce in more lighted and warmer regions, الطيور بتهاجر في الشتاء الاماكن التانية, اقول له عشان تروح مكان دافي وفي نور عشان تتكاثر فيه ويكسب التزاوج. كاميليون الحرباية colors itself with dominant colors in the environment, بيقول لي الحرباية بتلون نفسها باللون السائد في البيئة بتاعتها, اقول له عشان تستخبى من العدو بتاعها او تتنكر عشان تقدر تصطاد. to be hidden from its prey of insects, تمام to capture them and feed on them. اوكي تعال هنا choose the correct answer. هنا بيقول لي all of the following are characteristics of predaceous plants except, كل اللي جاي ده تبع البريديشوس بلانتس اللي هي النباتات المفترسه. هنقول بيقول لي they are autotrophic green plants, مش هي دي, they can make photosynthesis process, طبعا عادي البرديشوس بلانتس بتعمل كده, they can make carbohydrates, البرديشوس بلانتس كل بلانتس بتعمل كده, they absorb nitrogen substances, هي بتمتص النيتروجين substances من الارض. هنقول له لا, يبقى دي الانسر بتاعتنا هي دي الوحيدة اللي accept, لانها لو قدرت تمتص مش هتصطاد الحشرات. طيب تعالى زي نقط is from the rodents that undergo estivation, كل مين اللي تبع الرودنس اللي بيعمل خمول صيفي, استيفيشن خمول صيفي اللي هو بيدفن نفسه في الصيف كده عشان ما يشتغلش في الحر. ديزرت سنيل, تمام هو ده بيعمل استيفيشن بس مش من الرودنس. تمام جربوع, تمام الجربوع او اليربوع المصري هو ده. تمام سكول اللي هو السنجاب, لا طبعا تمام ما بيعملش استيفيشن. رات ما بيعملش استيفيشن. تمام طيب is or are considered from the animals that tend to hibernate, مين اللي بيعمل بيات شتوي, السنيل لا, الجربوعة لا, فروج الضفدع هي دي الانسر.
طيب bird migrates in winter، sparrow ولا duck ولا ostrich ولا quail؟ quail. تمام. What is the difference between hibernation and estivation؟ طبعا انتوا عارفين المفروض تبقى مذاكرين الحاجات ديت. هنقول الهايبرنيشن ده بيحصل في الوينتر والاستيفيشن بيحصل في السمر. الهايبرنيشن ده الانيمال هيد ان بورز، بيدفي نفسه في كحور زي الريبتايلز والانسكتس. سام بوري ان مود، بعض اللي هم بيدفي نفسه في الطينه وبيوقف ستوب فيدنج اند اكتيفيتي، بيوقف التغذيه والنشاط زي الضفدع والتودز والفروجز، وده كله عشان ايه؟ to overcome decrease in temperature. تمام. اما الاستيفيشن ده بيحصل في السمر ودورمنت اند هيدن ان هيوميد بورز، بيستخبى في جحور رطبه طينيه. تمام. او طينيه مثلا عشان يخفف من درجه الحراره شويه، زي الجربوعه المصري او ديزرت سنيل، قوقعة الصحراء، and some insects. تمام. to overcome extreme rise in temperature and water shortage. طيب تعال نشوف كومبل از ذا فولوينج ستيتمنتس. نقط ونقط ار اكزامبلز اوف انسكتيفورس بلانتس. تمام. من البلانتس اللي بتصطاد الحشرات هنقول له ديونيا ودروسيرا وهالوفيلا. تمام. طيب ان وينتر frogs bury themselves in mud، الضفادع بتدفن نفسها في الطينه. That is called، ده اسمه hibernation. تمام. While in summer، وفي الصيف الجربوع heats in humid porous and that is called estivation. تمام. طيب birds migration is a behavioral adaptation. Not and not and not are from the forms of adaptation in living organisms. And all the estivation or hibernation will a will bird is migration with environmental changes. Type desert animals avoid effects of high temperature by hiding in humid porous الجحور الرطبة. تمام. ستة ده. تمام. بيقول لي leaf insect والستيك انسكت، حشرة الورقة اللي بتلون نفسها اخضر لون الليف بالظبط، والستيك انسكت اللي هي شكلها عامل زي العصاية او زي الفرع بتاع الشجرة بالظبط ما تبانش منه، والكاميليون اللي هي الحرباية ار اكزامبلز اوف كاموفلاج اللي هو الخداع. طيب تعالى بعد كده او التخفي، وات از مينت باي كاموفلاج، جيف اكزامبل. هو ات از ذا ابيليتي اوف سام ليفينج اورجانيزمز تو ستيمولييت ذا دومينانت انفايرمنتال كونديشنز تو بي هيدن فروم انيميز اور تو كابتشر بريز، اكزامبل ستيك انسكت اور ليف انسكت لوك لايك بلانت برانش. وات هابنز از اف ستيك انسكت اور ليف انسكت settle on a white wall، لو وقفت الستيك انسكت او الليف انسكت على حيطه بيضه طبعا العدو بتاعها هيشوفها لان هي مش هتقدر تلون نفسها لون ابيض. It is easy to be discovered by its enemy. وبكده خلصنا الفيديو ده، واتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش تشيروا وتعملوا لايك للقناه، والسلام عليكم.